سلامتكم ومرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نطيب لكم ماكله بنينه وسهله اللي هي العين اسبانيوريه، معروفه عنا برشا في تونس. امين المره هذه باش نعملها على طريقتي، باش نعملها بالسبانخ. شنو نستحقوا العين اسبانيوريه؟ باش نستحقوا انا خذيت 650 غرام لحم مفروم، وهكا نتوما ولا تحبوا اكثر اقل كل قدير وقدروا. باش ناخذ 80 غرام شابلور معاهم 350 غرام سبنيغ. انا السبنيغ عندي كونجيلي، هذاك علاش تحسوا كانوا مصموت، خاطر يبدا مبلول كي يبدا كونجيلي كي يتنحى الثلج. هاو كان توما تاخذوا فريش كاكا اغسلوه بالكدا، وكان تحبوا تفوروه باش يذبل لكم شويه، ولا تحطوها كيكا طول باش يقعد القوه نتاعو الكل. خذيت 4 كعبات عظم مصموتين، خذيت 50 غرام جبن جروير كعب عظم، واللفاح انا نحط لفاح الكل باش يجينا اللحم فاوح وبنين. مغير فتابل، شويه فلفل اكحل مش برشا، 3 ولا 2 فصوص ثوم، شويه فلفل زينه، شويه ملح، شويه كركم، ومغرفه نعناع شايح. وهاكا انتوما باش تحبوا، فما شكون يعمل الهريسه العربي معاها، انا نحبش حاره برشا. ديجا لفاح صافا، الفلفل زينه هاكا يحرحرها شويه، وشويه نواد موسكات، وهذا لفاح اللي باش نستحقوا لهم. وتوا نفوحوا اللحم تاعنا، ناخذوا اللحم تاعنا نحلوهك شويه باش يدخل كل لفاح، نحطوا اللفاح تاعنا الكل، نحطوا شويه نواد موسكات مش برشا، نحطوا العظيم نتاعنا باش تشد لنا اللحم، باش من بعد ما يتفترشش كي تيب، ونصبوا الجبن باش يفوح ويعطيه الجول بنين. تنجموا تستغناو عليه الجبن، كل واحد وشنو يحب. ونصبوا شويه شابلور، حتى الشابلور كيف 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 باش ما يخليش اللحم من بعد يتفترش. هاكا كي تيب يجينا ملموم وشاد روحو في بعضو. توا ندخلو لفاح والعظم في اللحم تاعنا، نفوحو الكل بالكدا، وتوا نصبو بقية الشابلور وندخلوه بالكدا في وسط اللحم تاعنا، وكلمو بصوابعنا ما نعجنوش. واللي يحب ينقص في الكونتيتي نتاع الشابلور ينجم، انا عملته بزيت باش يشرب لي من بعد الماء نتاع السبانخ. توا كمل فوحت اللحم نتاعنا، توا باش نجيبو بابي كويسون والومنيوم، نحط شويه الالومنيوم الدور، هذاك الالومنيوم مش باه يعمل مرض الخايف، هاكا ما نجموش نلفوه طول في الالومنيوم، هاكا نحطوه احنا من اللوطا ونحطو فوقو الباقي كيسة باش يكبس عليه من بعد نلف، وناخدو اللحم نتاعنا ونصبوه لهنا، ونحاولو نبسطوه هكايا، نكلموه هكا في بعضو، لازم حتى نحلو هكايا. بالقلقال اسهل لنا، وحتى الباكي كويسون كي تنفرشوه فوق اللحم يسهل لنا الخدمه، وما يخليش القلقال يلصق في اللحم وما يمشيش معنا في ساعة. هكا انا راها اسهل لي، وكل واحد كيفاش يحب طريقته. نجم حتى ما تحبش برشا بابي جوست تبسطها باليدي. هكا نحاولوا نستويهم حتى قد هكا، هكا نستويو هكا باش ما تجينيش شيرة طالعة وشيرة هابطة، تجينا قد قد أبخي هكا صافا ديبيسور. وتوا نجيبو السبانخ نتاعنا ونحطوه فوقها، قولي ما يحبش السبانخ نجم تستغنى عليه، فما شكون يعمل معدنوس في وسطها.
كل واحد وكيفاش يحبها. هاكا حويجه صحيه، السبانخ معروف عنده برشا فوائد، وانا بطبيعتي نحب ديما الخضره في وسط الماكله. هاكا اللحم قوي، هاكا نزيدو شويه السبانخ شويه خضره في وسطو باش هاكا تجينا اكله متكامله. كملت فرشة السبانخ، توا نحطو عظميتنا، نحطو واحدة واحدة واحدة، كتحبو حتى أكثر تحبو 5 كعبات. توا نشرو ليوها نبداو الرولي ونكبسو عليها باش اللحم يتلم في بعضه ويتكبس. دكا نسكرو ديما ونكبسو ونجيو على الجناب وندوروهم كيف كعبة الحلوى، نسكروهم على الدوفاس باش اللحم ما يخرجناش ويتلم منا. وبعد ما نروليوهم ببابيي كويسون، هاكا نروليوهم ببابيي ألومنيوم ونخدموهم هكا شوية باش نعملو الفورمة تاع الرولي، ونكبسوهم على جنب كالعادة بالألمنيوم. لو كملت روليتها سيء وكبستها على جنب، توا باش ناخو الفورمة باش نحط الكوشة، نحطو فيها شوية ماء باش الألمنيوم ما يلصقليش. تنجم حتى من غير ما تعمل ألمنيوم، جوست البابيي كويسون وكاها هكا نحطوها هكا، نشوفو حاجة تجي قدها قد قد، ونحطوها توا تيب في الكوشة. قديمة الكوشة سخنوها قبل ونخليوها تيب مدة 45 دقيقة على تمبيراتور 200 درجة. العين سبانيوريا متاعنا طابت، توا باش نحيولها للألمنيوم ونفرغولها الماء ونرجعوها تحمر شوية. أنا كملت 45 مينوت، نزيد نحمرها شوية باش لونها يجينا مزيان. ناخد الطبق جبتو الاسبانيولية حالة سخونة، نحيولها للألمنيوم، ريحة تفاح فيها وحق، نحاولو نجبدوها منقطعوهاش. نكملو نحيو البابي ونرجعوها للكوشة باش كان دخل فيها الماء زيد يشيح لمدة 10-15 دقيقة. اللحم متاعنا كمل تعب وكحمار، حمرتو بالكدا، توا نخليوه يبرد بالباهي باش كي نقصوه ما يتفترش الناش. تم بعد نوريكم كيفاش قصيتو. توا بردت بالباهي، نحيت لها البابي كويسون، توا نقصوها. كناخدو سكينة ماضية ولا تحب خشينة. وهذه عين اسبانيوريا متاعنا، توا نزينها بصحن نوريكم كيفاش عملتها. العين اسبانيوريا متاعنا حضرت، وهذا منظرها كيفاش يجي، هاكا تجي كيف العين. هذا البلاتو متاعي كيفاش زينتو، قصيت طماطم دي رونديل، قصيت شويه بورقدين، زيتونه هاي هربت شويه زيتون، شويه خس عملت هكا، كمنظرها عطات منظر حلو. وهذه العين الاسبانيوريه كما سهلش كان منها، كل واحد كيراها هكا يقول صعيبه الخدمه نتاعها، وهي بالعكس سهله. ان شاء الله تكون عجبتكم الروسيت. وكان ما تحبوش السبانخ تنجموا ما غير ما تحطوها، هي في الاصل تجيب ليش السبانخ، احنا العين اسبانيوريا متاعنا في تونس، واللي يحب يزيد شويه خضره كيف السبانخ هكا يزيدها، محاله هو السبانخ يردها مبلوله شويه، جا حتى هو مازال مبلول.
واللي يحب هكا الشيحة ما يعملش السبناخ. وهذه العين الإسبانيورية هكا، كان جربتوها اعطيوني فيها رأيكم وقولوا لي في التعليقات، ونستنيكم باش تجربوها، وإن شاء الله نتقابلوا في وصفات جديدة. وصحة وبشفي ليكم. وكان عجبتكم الروسيت وأول مرة تتفرجوا فيها، اضغطوا على سابوني وعلى الجرس لبحث سابوني باش ديما يجيكم جديدي. باي باي.